الحلقة دي من الحلقات اللي غيرت مصاري في الشغلانة كلها. ليه؟ خلتني أجرأ في التعامل مع القضايا بغض النظر عن الأطراف المختلفة. لأن أنا فاكر أنا خلصت الحلقة دي وكل الأطراف بتشتمني. كل الأطراف بتشتمني. الناس في النقابة واللي كانوا معتصمين في النقابة بيشتموني ويقولوا عليا منافق ومش عارف إيه والكلام ده كله. والناس تانية تقول لك لا ده أنت بتناصر الناس اللي في النقابة. وده خلاني أفهم واستوعب إنه أحياناً الناس بتقف عند اللقطة ما بتسمعش. يعني اللي اتقال في الحلقة دي أو في الإنترو ده كان شيء واضح جداً. النهاردة كان يوم حزين في الصحافة لسبب واضح، إن الصحفيين فشلوا في إدارة أزمتهم واستخدموا ألفاظ غلط وعملوا كذا غلط وعملوا كذا غلط. ده من ناحية. الناحية التانية إنه السادة في وزارة الداخلية تعاملوا مع الموقف بشكل فيه عصبية، بدليل القصة بتاعت زكي بدر مع صحفيين الأخبار زمان اللي اتعامل فيها بهدوء. فبالتالي ده يوم حزين على فكرة الألم كله من الطرفين. واللي كان واجعني أكثر الطريقة اللي أديرت بها الأزمة. بس أنا خليني أسألك سؤالين. نمرة واحد، أنت بتشوف أنه هل في مهن معينة ممكن تحط ريشة على رأس صاحبها؟ لا طبعا. يبقى إذن بغض النظر عن مين ارتكب الجرم يجب أن يعاقب. صح، بس مهم جدا، مهم جدا روح القانون. مهم جدا الطريقة بتاعة العقاب. يعني ابنك لو كسر حاجة في البيت هيعاقب، هيعاقب. أصل لما ترتكب جريمة يبقى العقاب بنص، حاجة واضحة وصريحة. صحيح. لما يطبق النص على الجريمة يبقى أنا هنا النهاردة ما كانش قدامي حل تاني كقاضي على المنصة إن أنا أعمل كده، بغض النظر عن هذا الشخص دكتور صحفي أو حكم. هنا مكلمش على حكم، بتكلم على الطريقة. بتكلم على الطريقة. ما ينفعش في حاجات كده في حياتنا لما نيجي نتعامل معاها بنتعامل معاها بذكاء أكتر، لأنه ربنا قال لنا يعني في دواء بناخده. لو أنا أخدته من غير ما أعرف الآثار الجانبية بتاعته إيه يبقى أنا الغلطان، مش الدواء. ما أنا لازم أخده، أخده مظبوط. بس لو ما أعرف الآثار الجانبية بتاعته إيه هتفادى ده. فبالتالي أنا شايف إن دي كانت أزمة موضوع النقابة حتى هذه اللحظة من عند الطرفين. طب انت بتقول يعني ما كانش ينفع الناس تخش جوه النقابه وتدخل الرئاسه طرف وتحول الموضوع لانه كذا، لان انت هنا حرقت كل ورقك. فجاه خلاص. في نفس الحدوثه الثانيه كان لازم يحصل امنيا احراج للنقابه نفسها، ان قدام الراي العام احنا شايفين ان فلان الفلاني فلان الفلاني بيحتموا بهذه النقابه، وفلان فلان ارتكبوا جرم معين، وفلان فلاني كذا وكذا وكذا. اكسب الراي العام لصفي بعد كده اخد اجراءاتي، لان في النهايه مش رايحين بعيد. انا هدفي تطبيق القانون. طب انت بتقولي انه ان طرفين زعلوا منك. هل انت بتشوف ان المذيع لازم يكون عنده راي، ولا المفروض ان هو يكون حيادي تماما؟ طيب. ما يتبناش اي وجهه نظر او ما يبانش موقفه. خلي بالك ان احنا الفتره اللي احنا مرينا بيها دي كلها الناس اللي فضلت ماشيه على ان هي مش باين لها موقف دي نجيت من اشياء كتير جدا. طب مش حاجه حلوه على فكره. ما انا بسالك بقى، مش حاجه حلوه على فكره. استمروا على فكره، استمروا لغايه دلوقتي. بصي انا ما اعرفش حاجه اسمها حياد. انا شايف ان الحياد ده وهم. والصحفي او المذيع بينه وبين ربنا والناس والقانون حاجه واحده، يا اما كذاب يا مش كذاب، يا اما كذاب او مش كذاب. يا اما بيقول خبر غلط او معلومه غلط، يا اما بيقول معلومه صح او خبر صح، يا اما بيلون خبر يا اما بيلونوش. لان في مليون طريقه على فكره اقول بيها رايي. بالظبط. يعني انا ممكن اقول لك وقبضوا على الناس في النقابه، ده رايي بالمناسبه. وقشر ده رايي بالمناسبه. المعيار الوحيد هو انك صادق ولا مش صادق. لكن فكره الحياد دي فكره الحقيقه بتضيع حاجات كتير جدا. يعني حتى بعض الناس لما كنا وقت حفر قناه سويس، وقت حفر قناه سويس، أنا أقول لك لا إحنا لازم نكون حايدين شوية، مش عاوزين نقول إن ده إنجاز كبير لحد ما نشوف. وبعض الناس التانية تعاملت مع الموضوع بتهليل كبير. المصريين هم وبنحفر القناة وهنحفر القناة. إيه اللي ضاع في النص؟ اللي ضاع في النص قيمة الإنجاز أو قيمة المشروع نفسه. ده حقيقي. أنا فضلت واقف يديته أكبر يوم من حجمه جدا. مش بس اكبر من حجمه، انا فضلت انا في النهايه عندي راي عام عاوز يعرف ايه اللي بيحصل. انا نسيت اقول لهم ايه اللي بيحصل
حتى لو هو متضمن رأيي، ما هو انا لازم اقول له، ما هو مستنيني علشان اقول له وجهة نظري كذا، مش هفرضها عليك، هو ده الفرق، او مش هغمسها لك في وسط المعلومة. هو ده انا اقولها لك كده لوحدها، يعني انا طالع اقول لك انا المشروع ده يا جماعة ده مش حفر قناة سويس تاني، المشروع ده التفريعة دي هدفها ان هي حجر اساس في منطقة بقالنا 60 سنة. شايف ان احنا عندنا ازمة في التعريفات؟ محتاجين نعيد تاني؟ لا مش في التعريفات، احنا عندنا ازمة في الغرض. هو بيبقى طالع على الهوى مش همه المصلحة العامة، هو همه انا هجيب مشاهدات قد ايه النهاردة سواء بالشتيمة او بالمدح، وانا هجيب رضا قد ايه النهاردة. احنا عندنا مرض كبير جدا لحد دلوقتي مش عارفين نفهمه. زي ما انت خايف من نفاق المذيع او الاعلامي للسلطة، لازم تخاف كمان من نفاق المذيع والاعلامي للرأي العام. نفاق الرأي العام اخطر بكتير من نفاق السلطة. ده حقيقي. انت طالع المصريين ويحفروا ويعملوا، يا حبيبي لا اصبر بس شوية، احنا عاوزين نقول للناس انه دي منطقة كانت صحراء تماما، احنا نفسنا نعمرها، نفسنا نبنيها، بقالنا 80 سنة بنطالب بكل الكلام ده، بقالنا 80 سنة عندنا حالة حزن ان الرابط الوحيد ما بين مصر وسيناء نفق احمد حمدي ثم بعد كده كوبري السلام، فالحمد لله قدامنا مشروع دلوقتي متكامل، هنعمل اربع انفاق وهنعمل تفريعة هنا وهنعمل صحارة سرابيوم وهنعمل مزارع سمك وهنعمل منطقة صناعية وهنعمل على جانب التفريعة دي كذا وهنعمل كذا ونعمل كذا. في بني ادم عاقل لو قلت له الكلام ده هيزعل؟ يبقى احنا زي ما انت بتقول احنا نفتقر يمكن ثقافة العرض السليم. بص ما بين الاعلان اللطيف اللي كان موجود المقللاتي والمطبلاتي ما بين الاثنين دول احنا تهنا وتهت حاجات كتير قوي. حتى الناس اللي في النص اللي كانوا بيحاولوا يبقوا عاقلين اللي هو يا سيدي حاضر انا عاوز اقول المصريين جامدين حاضر، بس ما نقول اول ايه اللي بيحصل، قول اول ايه اللي بيحصل وبعد كده قول رايك. يعني قول لي ان هو ده المشروع وبعد كده اقول لك وزي ما حفرنا زمان نحفر دلوقتي علشان كذا وكذا وكذا وكذا، هو ده الرأي اللي أنا أفهمه. بس دي مدرسة إعلامية مختلفة. خلي أحيانا كتير ناس كتير من الـ من الـ من الـ من المذيعين ومن صحفيين إحنا بنشوفهم محايدين ويقول لك الله ده محايد جدا وبتاع والكلام ده كله، بيصل لميوعة إنه ما عندوش موقف في قضايا تخص البلد دي. إنه ما عندوش موقف. أنا شخصيا بتفق معاك إن مفيش حاجة اسمها حياد، وان الحياد ده فعلا وهم وصعب جدا جدا جدا. إحنا اللي بينه وبين الناس قانون وصدق. يعني مره في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ انا كنا بنتكلم في الجلسه بتاعه الاعلام، فقلت انه مفيش حاجه ينفع تبقى اسمها بتقيد حريه الاعلام، لكن لازم يكون في ضوابط ومعايير واضحه تحمي المجتمع من شهوه الاعلام. صح. بمعنى في قانون بيقول انه ممنوع الطفل في قضيه اخلاقيه يطلع يبقى على الهواء مباشره، فتقول لي ان دي حريه؟ لا دي مش حريه، دي اسمها جريمه. فلما يتسجن مذيع هنا ويتقفل محطه هنا ويتقفل برنامج انت عملت هنا ردع كامل ده مش معناه ان على حد على راسه ريشه، لا مفيش ريشه هنا. في مجتمع هنا هو الاهم بالنسبه لنا من كل حاجه. لما اقول مثلا زي الحادثه بتاعت الغردقه بتاعت الطعن، لما اقول انه موقع او جورنان او فضائيه او مذيع لازم يتحاسبوا لان هم اجزموا ان ده عمل ارهابي قبل ما يحصل تحقيق، ده مش تقييد حريه الصحافه، ده مش تقييد لحريه الصحافه، ده الزام بقواعد وضوابط، التزام حتى نقل بحق الخبر. المجتمع صح، بحق الراي العام في ان انا ادي له معلومه صح. فهي الفكره كلها احنا مضروبين في خلاط من 25 لحد دلوقتي. اول خلاط احنا نحط لنفسنا كاعلاميين خريطه واضحه وضوابط ملزمه لينا كلنا نلتزم بيها. بص احنا دلوقتي تحت العين، الاعلام كله تحت العين، وعين الناس اقصى واصعب، الناس ما بقتش ترحم حد. زمان كان كل حساباتك انه محامي يرفع عليك قضيه مش عارف مين يرفع، لا دلوقتي حسابات الناس اصعب، عشان كده هتلاقي كل واحد بيعدل مساره. بيعدل مساره بيعدل مساره، لكن الاهم امتى هيبقى عندك ده؟ لما يبقى عندك تشريعات وقوانين واضحه وجهات واضحه بتطبقها وجهات واضحه بتنفذها بغض النظر عن مين اللي بيعمل كده. طب احنا كنا في اول الحلقه بنتكلم عن القضيه قضايا التحرش ودي طبعا من المشاكل اللي كانت ظاهره جامد جدا الحقيقه في الفتره الاخيره وعامله قلق لكل الستات. ويمكن مؤخرا الستات بقوا عندهم الشجاعه الكافيه ان هم يطلعوا ويجروا ورا حقهم زي ما شفنا هند دلوقتي. تعال نشوف كده حاجه ليها علاقه بالموضوع ده ليك، يلا بينا ونرجع نكمل كلام. اما بقى اذكر اخر النهار الفضي، فالنهارده بيروح ليه شريف شحاته.
شريف شحاته المفروض ان هو بيفتي فتوى بيتكلم على التحرش بالستات. لما دعاء اسلامي يكلمني عن التحرش بالستات او يتكلم في الدين والدعوه، اعتقد انه لازم يكون حذر اكتر من كده. حتى لو طلع بعد كده صحح موقفه ويقول لا انا ما قصدتش، انت طلعت تصحح موقفك لمجرد ان الناس هجمت. لكن لما يطلع داعيه ديني برفقه مذيعه ومجموعه من الناس قاعدين جنبه يقول لهم انه البنت اللي بتلبس قصير هي السبب اللي بيخلي الشباب يتحرشوا بيها، وانه المصريين زمان لما كنا بنقعد نقول ما المصريين زمان كانوا بيلبسوا قصير ويمشوا في الشوارع ومحدش بيتحرش بيهم، دول ما كانوش رجاله. ليه؟ لان الرجاله في نظر الاستاذ شريف شحاته طول الوقت المفروض ان هم بيتحرشوا طول الوقت، مش قادرين يسيطروا على نفسهم. فاذا كان ده تصورك للرجل والمراه وتصورك لحل ازمه التحرش، فاعتقد انه ده شيء غير موفق تماما من شريف شحاته يخليه يفوز بالاوسكار الفضي، وانتم عارفين اوسكار هنا جايزه غير جايزة. كل الحاجات اللي عامله لي مشاكل. لا احنا صاحيين جدا. لا لا شريف، شريف صديقي جدا. وبيلعب معايا كوره كل يوم حد. وكل مره من وقت الفيديو لحد دلوقتي يقول لي ربنا يسامحك. انا ما كنتش اقصد اقول كده. قلت له وانا ما قلتش انك قلت كده، انا قلت انك سمحت لنفسك تبقى في الموقف ده. وانت راجل دين وداعيه ما ينفعش تبقى موجود في الموقف ده، ما ينفعش حد يضحك عليك. حتى وقلص الفيديو تم اجتزاءه، قلت له المشكله مش في الفيديو ولا تم اجتزاءه، المشكله انك سمحت لحد انه يحطك في الموقف ده. جزء يا جماعه من رسالتنا حتى في الاعلام هي اختيارنا للناس اللي بنستضيفهم، واختيارنا كمان للاماكن اللي بنروح نقعد فيها نتكلم. عشان يبقى عندك الامانه بتاعت الكلمه. فواحده من الحاجات اللي شريف وقع فيها ان هو راح المكان الغير مظبوط في الوقت غير المظبوط وقال كلام غير واضح فوصل له المرحله دي. بس المنطق بقى بتاع التحرش والستات والرجاله، المنطق الاعرج بتاع عدد كبير جدا من رجال الدين السلفيين، هو ده اللي ودانا في داهيه. هو ده اللي خزن حاجات وغير دماغ اجيال، خلى الراجل وهو بيتحرش بالست او الولد وهو بيتحرش بالست ما عندوش يا عيني اي تانيب ضمير خالص. هو الشيخ قال له على في 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 الشريط بتاع الكاسيت قبل الميكروباص وفي اليوتيوب وعلى المواقع السلفيه وفي الجامع، قال له ان هي بتعمل كده هي اللي بتغويك علشان هي لابسه قصير او لابسه بنطلون ملزق. فهو يا عيني حتى هو رايح يتحرش بيها وقد يدنيها بالضرب وقد يسحلها في الارض ما عندوش مشكله. هو الشيخ قال له انت مالكش ذنب، انت مفتون يا ابني. يعني الشيخ نفض لموضوع غض البصر وراح على طول انت ما مش ذنبك حبيبي، هي البت حلوه وحاطه حاجات ومتبرجه فبالتالي هي اللي اغويتك. فوصلونا لكده، وده جزء من العرج اللي موجود في الخطاب السلفي عموما. زي في القضايا الفلسطينيه بالظبط. وفي القضايا الفلسطينيه جزء من تدميرها في نفوس الاجيال دي كلها هو الخطاب السلفي والاخواني. اللي هو من 80 سنه ان شاء الله هننتصر على اليهود لما المساجد تتملي في صلاة الفجر زي ما بتتملي في صلاة الجمعة. فاحنا قاعدين المساجد تتملي وهم بيعملوا بحث علمي وتطوير. ان شاء الله هننتصر على اليهود لما جيش محمد سوف يعود. فهم قاعدين بيعملوا حاجات واحنا قاعدين مستنيين جيش محمد سوف يعود. ان شاء الله هننتصر على اليهود لما يطلع من بطن هذه الأمة صلاح الدين. فخلوا الخطاب الوجداني بتاع القضية الفلسطينية نفسه خطاب بكائي، خطاب دعائي، خطاب توكلي في انتظار بقى صلاح الدين لما يرجع، وفي انتظار ان شاء الله لما المساجد تتملي، بينما الناس كانت بتشتغل. كان الله يرحمه.